لما بنسمع مطبخ عربي خليجي مطبخ عربي سعودي بنقول هنكلف حاجات تانية واحنا عندنا في لا لا الموضوع بسيط، نفس المكونات اللي عندك في التلاجة. سيبك من الأسماء اللي أنا قلتها، خلينا نشوف إيه هو قصة المرجوج الأول. المرجوج مقاديره على الشاشة عشان هنبدأ بيه، طبعا هياخد وقت شوية. معانا لحم ضاني، هو أفضل حاجة اللي تعمل بلحم ضاني طبعا، بس لو عندك كندوز مش هيقول لأ. معانا تشكيلة من الخضار، جزر، ومعانا كمان كوسة وبتنجان لونين أبيض وأسود عشان الأسود ما يزعلش. ومعانا القرع العسلي، القرع العسلي ده طبعا عندنا في فصل التلاتة تعريفة العالم بيحسدنا عليه، ده موجود في الخط السريع والطريق السريع. كل دولة المقادير بتاعة الأكلة المرجوج. له عجينة، في حاجتين، يا إما تجيبي الرقاق الأصبر ويتحط بديل ليها ده بيسموه قرصان، يا إما نعمل العجينة نفسها على الهواء. نشوف العجينة يا شباب. حلو، دي مقادير المرجوج. اللحمة اللي شفناها على الشاشة معاها تشكيلة من الخضار، كوسة وجزر وبتنجان وقرع عسلي. نيجي لموضوع العجينة بقى والتفاصيل. في حاجة طريقتين، الطريقة السهلة انك انت مش عايزة تعملي عجينة، بتجيب الخبز السوري تنشفيه وتحطيه بس كده، نقلنا الاسم لأكلة اسمها القرصان، ولكن كلمة المرجوج يعني لازم دي جاية من الرق، رق العجينة، هنرق العجينة. العجينة السمرة دي هتتعجن بمية ورشة ملح ورشة سكر ومية دافية، ونعجن العجينة وبنبدأ ان احنا نفرتها زي المرجوج ونحطها على وش اللحم بعد ما يستوي. حاجة لطيفة كده حلوة، سريعة الهضم لكبار السن، سريعة المضغ، يعني حاجة حلوة وزي الفل. تعالوا نبدأ نشتغل فيها. طاسة على النار، نحط معلقة سمنة حلوة زي الفل. ممكن تعمليه بالسمنة تعمليه بالزبدة، أنا هعمله طبعا بسمنة بلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلة بتاعتي دايما سخنة على طول معايا. بصلاية ناعمة حلوة كده، اللهم صل على النبي. أهي ممكن يتعمل بلحم بعظم مفيش مشكلة، اللحم ده خالي من العظم. صارفين احنا اهوت زي الفل، اللهم صل على النبي. ميزة الأكلة دي للأمانة فيها الطبق فيه كل حاجة. هندور على خبز هنلاقيه موجود، هندور على تشكيلة من الخضار هنلاقيها موجودة، ولكن الشطارة إنك تدي للأكلة الطعم والرونق العربي. في بهارات عربية لما بنشوفها في الأكلة على طول الأكلة دي نقول دي مدرسة المطبخ العربي. إيه هي يا عم الشيف؟ اللومي. نجيبها كده نزورها لحضراتكم مع بعض أهي. اللهم صل على النبي. التفاصيل الصغيرة دي بتفرق معاكي، لازم الأكلة تطلع بنفس الطعم. مش الاسم وبس. معانا اللومي. وجنب اللومي القرفة اللي هي الدرسيد المسمى بتاعها. وجنبيها الحبهان الأخضر أو الهيل. نقلب اللحم كده ياخد لون، ننزل بالبهارات ديت كأنك بتعملي كبسة اهو. ناخد واحدة نكسرها، بتكسرها ليه يا شيف؟ عشان تاخد المزازة بتاعة الليمون الجاف. ننزل بالقرفة الخشب، ننزل بشوية ورق لورو، ننزل بالقرنفل اللي هو المسمار والحبهان اللي هو الهيل، كل دول مع بعض. يا نعم شوربة. انا بكون فخور ومبسوط لما حد يتصل، او انا عارف عشان تتصل طبعا بتقعد جنب التليفون وبتنتظر ميعاد البرنامج عشان تشكرني، فانا يعني بضطر، طب مش بضطر يعني، لازم اكون يعني ده على راسي من فوق ان انا اعمل كل باب واستطاعتي عشان ارضى حضراتكم. لان الكلمه الطيبه شجره، الكلمه الطيبه بتخلينا نحفر في الصخر، خلي بالك. يعني شكرا، تسلم ايدك يا شيف، الله ينور يا شيف. يبقى عندنا يوم تاني جديد فيه كده طاقه من السعاده والبهجه. اللحم على النار زي الفل، شيل اللي بتطلع الصوت دي مش عايزها. الخضار مش هينزل دلوقتي ولكن بنحضره، لازم اللحم ده ياخد غلوه كده ونحضر الخضار. عندنا قرع عسلي، معانا بتنجان، ومعانا كوسه بالشكل ده كده. هقول لك على معلومه هنا تصدقيني بجد هتدعي لي. الكوسه لما تحب تخليها تشارك في كبسه، اللي انا بقوله ده من خبره السنين على فكره، مش مره واتنين وتلاته، بالعكس. كوسة أو بالذات الكوسة لما تحب تخلي شخصيتها وشكلها سليم في قلب الكبسة أو في قلب أكلة المرجوج أو القرصان، في حاجتين. الحاجة الأولى تقطعيها زي ما هي بقشرة بتاعتها، وتيجي عند الزهرة بتاعتها تسيبي حتة ما تقطعهاش كلها، هي دي اللي مديها العصب. الحتة دي مهمة جدا، شلناها الكوسة دي أول ما تشم النار هتفك منك في قلب الشوربة. خلي بالك اللي بقوله ده مهم جدا. معانا مين يا ست الكل؟ تمام، هنقلبهم كده. ما تحطيش الملح خالص دلوقتي. ليه يا عم الشيف؟ عشان الملح لما بحطه في اول تسويه اللحمه بيعرقل عمليه السوى شويه. شفت معلومه زي دي يا عم الحاج؟ كنت هتلاقيها فين غير على القناه الاولى؟
وجود اللحم في اول تسويه اللحمه بيعرقل عمليه السوى. حطيت معجون طماطم في اول تسويه اللحم بيعرقل عمليه، يعرقل يعني ايه؟ بيهبط عمليه التسويه، لانه بيقفل المسار الانسجه بتاعه اللحمه والمسام بتاعه اللحمه وهي بتستوي. هي كده هتستوي بسرعه. حلو، ننزل بس بشويه فلفل اسود كده زي الفل. اللهم صل على النبي. اه، والملح مش هينزل بيه دلوقت، وخلونا اغطي الحله دي كده علشان تستوي بسرعه، والخضار جاهز. نخش على العجينه بتاعت المرجوك بتتعمل ازاي، بس عشان الاسم ما نقولش ده ايه مكلف. الاسم اسهل ما يكون، عباره عن شويه دي اصبر، وده موجود في اي سوبر ماركت، ورشه ملح ورشه سكر وميه دافيه. ادي الدقيق الاسمر معانا اهو زي الفل. حلو، دي اسمر يعني دقيق كامل بكل الحاجات بتاعته، ومعانا كمان ميه دافيه. والميه كده بتطلب شويه، رشه الملح الصغيره مش ما بتاخدش خميره ديت، ورشه سكر صغيره. حلو، ونعجنها مع بعضيها واحنا مع بعض كده. عجينه المرجوج. انا بعمل دلوقتي اكله من المطبخ السعودي، المكونات بتاعتها في متناول اي حد، مش حاجه جديده يعني. الخضار ده موجود معانا، والقرع العسل ده مش موجود غير في مصر على فكره، بالشكل ده واللون الحلو ده كده، واللحم بيستوي على النار. وعملت العجينه، العجينه عباره عن دي اسمر ورشه ملح ورشه سكر، باخدها زي ما هي كده اهو بالشكل ده كده، واقطعها صغيره كده واخليها على جنب علشان هفرتها كلها دلوقتي بالشكل ده كده زي الفل كده اهو اهو. شفت القصه دي اهو. والاسم انا نعم ممكن الواحد لما اقول لك مرجوج يعني ايه وعايز تفاصيلها، لما بقول التفاصيل عندنا يعني ده مطبخنا. وعايز انوه عن حاجه مهمه جدا، البرنامج اسمه اكله امي، يعني غني عن التعريف. اكله امي يعني انا بفكرك باكله والدتك اذا كانت موجوده، ربنا يديها الصحه وطوله العمر، اذا توفاها الله ربنا يرحم موتانا جميعا ويرحمهم. ده مهم جدا على فكره. واحنا بنعمل الاكله دي بنقول افكار بسيطه، وبديكي معلومه تساعدك في انك انت تعملي الاكله بدون خسائر، لان برضو لما تيجي تعملي بيض مقلي حتى وتلاقي البيض منك نشف او ما تعيش مظبوط بتزعلي على حاجه، فانت معاكي شيف سند ليكي في المطبخ وبيساعدك. ادي العيش او الخبز المرجوج اللي احنا بنعمله، قطعتهم بالشكل ده كده، هفرتهم طبعا بس بعد الخضار ما يستوي واللحم يستوي وينزلوا على وش الايه الشوربه او المرق بتاعنا ده كده زي الفل. بس احط الخضار ونسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا اهو. هننزل بالخضار، يلا جيب التفاصيل. القرع العسلي معانا، الجزر للامانه والمصداقيه دي دورنا وشعارنا، الجزر ده مستوي شويه علشان نسبة التسوية بتاعته كبيرة غير بقية الخضار اهو. الخضار لازم يكون كبير بالشكل ده كده علشان شخصيته تبان مع اللحمة ما يتقطعش صغير اهو. كمية خضار حلوة لانها كمان مفيدة. ونقلب كل ده مع بعضه، برضو مش هنزل بالملح خالص دلوقتي، اقلبها بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. سيبني بقى اعيش مع الحلة بتاعتي كده واغطس فيها بالمعلقه، ونطلع بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع مع بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ المرجوج، هي دي بقى الرقه اهي، شايفين الرقه؟ الاسم اهوت ليه سموها الرقه دي بتاعتها اهي، لازم تكون بالشكل ده كده اهو. بس الخضار يستوي مع اللحم نبدا ننزل بالمرجوج على وش اللحم والخضار. اكله تكلفتها ثلاثه تعريفه. حد يقول لي ممكن تتعمل بالفراخ؟ بالفراخ تتعمل زي الفل. تجيب الفرخه تقطعيها على 8 وبنفس الطريقه تحطيها تحمريها بصله وتومه، وتبداي تحط الخضار بتاعك اللي انت حباه، ونفس الطريقه اللي انا شغال بيها دي كده اهو. طيب مقادير المرجوج على الشاشه تاني عشان خاطر الحبايب ده اللي بيتابعوا القناه الاولى اهو اهو. العجينه هي زي الفل، بفرتها كده بنشابة صغيرة اهو. عندك الحلة كبيرة بتخليها كبيرة،
عندك الحله صغيره بتتعها نصين اهو اهو اهو، رقيها رقيها اه اه، ده المرقوق ويلا نصين كده. انا خلصت بالعجينه بتاعتي بالشكل ده كده اهو، بس الخضار ابص عليه كده بصه وابدا ان انا اسقط ده بعد كده اهو كده. انا خلصت من القصه دي، ايه الجمال والحلاوه دي اهو. جيب لي الخضار كده اهو واشيل دي من هنا. اللهم صل على النبي. فرصه على ما التمر يطرى معايا، ننزل بعجينه المرجوج نشوف التفاصيل اللي عمل المرجوج. اخواننا في الخليج اللي بوجه لهم تحيه كبيره في كل الدول العربيه اهو، ما تقلبهوش دلوقتي، استني شويه على ما يعرق. يعني ايه يعرق؟ العجينه تشد نفسها مرجوج يعني لازم يبقاش تبقى العجينه رقيقه، خلي بالك بالمعلقه الخشب كده ونعمل الحركه دي كده شفتي ونسيبها شويه لغايه لما ياخد غلوه الاكله دي قريبه شويه للفته بس بمدرسه تانية يعني حلو نسيبها على النار شويه ونغطيها. هتقولي هتغطيها ليه يا مغازي؟ علشان البخار يطلع معايا يسوي لي العجينه نحط العجينه تاني يلا كده كده كده، ادي المرجوج اكله فيها كل حاجه رقينا العجينه كويس عشان كده سموه مرجوج، ونقطعها كده على وش الحله ونسيبها شويه. التمر ده كده حلو قوي. الحركه اللي جايه دي بقى او التركية اللي جايه معلش هي النهائيه يعني العجينه هنا بتستوي بتاعت المرجوج، وبتنسيش تبدلي ما بين المعالق وبعضيها. العجينه هنا بتستوي الخضار ينزل كده والعجينه تنزل تحت. الله عينيا حاضر ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف. الخضار استوى من لونه بيقول، الجزر استوى والقرع استوى واللحم استوى زي الفل. نغرف بقى مع بعض. هغرف اول حاجه المرجوج علشان المعصوم ده ايه عايز شويه شغل كده نعملهم مع بعض. اللهم صل على النبي. في الطبق الحلو بتاعنا ده كده نوسع له، الكبير وصل، ونشيل الحاجه دي من هنا. حلو، نجيب المغرفه الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. الاكله دي برضو لازم تتغرف بالطريقه اللي انا بغرف بيها دي كده. الخبز بتاع المرجوج يبان، تفاصيله تبان لسه معايا المعصوم هعمله حاضر. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شايفين المرجوج بتاعنا المرج مع اللحم مع الخضار مع خبز المرجوج اللي انا خبزته وعجنت العجينه وفردتها. ننزل بالمرج بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بتتكلم عربي الف الف هنا وشفا للي ياكل. خلاص الطبق التاني بسرعه عشان ما نضربش المعصوب بتاعنا اهو، نحطه هنا كده بالشكل ده كده. طبعا لما ننزل عليه بالتمر والموز بيسخن وبيطرى. ناخد ده كده بالمعلقه. اللهم صل على النبي.